مساء الفل عليكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ومعانا كابتن اسلام نجيب بطل العالم في الكيك بوكسنج وكونغ فو. منورنا يا كابتن. اهلا بحضرتك، ربنا يكرمك. اهلا بيك يا كابتن. بجد الترحيب بيك تاني يا كابتن اسلام، انت فخر لمصر وكل الشباب. واحب ابدا اول اسئلتي معاك، بدات ممارسه الرياضه دي امتى؟ انا بدات ممارسه الرياضه الكيك بوكسنج، بدات فيها الاول كان عام 2002، يعني من حوالي أظن 15 سنة أو 16 سنة، وبدأت فيها كلاعب صغير. لعبت مرحلة الشباب وسلكت طريق، خدت بطولة الجمهورية، أول جمهورية كان في 2003-2004، وخدت طريق بقى المنتخب تاريخ عظيم ده والمركات. طبعا يا كابتن. طب هي اللعبة دي مرتبطة بسن؟ لا أبدا، يعني زي ما هي يعني مرتبطة بالإرادة. مرتبطة بالإرادة. أنت حابب تلعب وحابب تتمرن وحابب تركز، حاول حابب تعمل انجازات. السن فيها للبطولات الرسميه ل 40 سنه، وفي بعض الاتحادات او المنظمات الدوليه بتعمل بطوله للاساتذه من فوق ال 40 سنه بقى لحد 60، مش مرتبطه بسن. طب يا كابتن، ايه متطلبات الجسمانيه لممارسه لعبه الكيك بوكسينج؟ والله مش يعني مش حاجات برايفت، يعني او مش حاجات اللي هي خاصه باللعبه، قد ما يكون الانسان ما عندوش مشاكل بدنيه اللي هي للصحه العامه، ما عندوش مشكله في العظم، ما عندوش مشكله في القلب، ما عندوش معندوش الحاجات يعني دي الاعراض المزمنه دي ما تبقاش موجوده بس، عنده، لكن لازم يكون مهيئ طبيا. طبيا. لكن وفي بعض الحالات بتجينا بتبقى عندها، يعني بس ده طبعا بتبقى بارشادات دكتور، بيبقى مطلوب منه ان هو يلعب رياضه، وبيجي لنا يبقى تعبان من حاجه وكده، وبيجي يتمرن وبيبقى يبقى تمام جيد. يعني. افضل افضل بكتير يعني. اللعبه دي متاحه للبنات والولاد؟ بشكل كبير جدا، ومن اكتر الرياضات اللي موجوده في مصر اللي بيمارسها بنات. طبعا، لان محتاجين في الوقت الحالي لممارسه الرياضه دي للبنات هي بسبب كرياضه بسبب كرياضه مواقف. وكده كرياضه وكدفاع عن النفس وك يعني حاجات كتيره جدا بتبقى بترسم شخص بترسم في شخصية اللاعب أو المتدرب أو المتدربة. طبعا بترسم لهم شخصية وليهم ثقة في النفس كبيرة، وبيقدروا إن هم يتعاملوا مع الناس، مع العالم الخارجي، سواء بقى ناس سيئين أو جيدين. بتقدر إن أنت تتعامل، وبتقدر بيبقى إن في أنت ضبط نفس. جدا جدا يعني، و يعني مميزة جدا. لا، الرياضة من أفضل الرياضات يعني على طبعا المستوى. زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. طبعا طبعا. طب يا كابتن، لو بتستعد للبطولة بتحتاج وقت قد ايه؟ هو يعني لو انا يعني هي بتختلف من شخص على للتاني. المستوى الشخصي. على المستوى الشخصي طبعا هي لو بتختلف برضو من بطولة دولية لبطولة محلية. البطولة الدولية ده بتبقى ليها ضوابط، يعني لان في بطولة افريقيا غير بطولة بحر متوسط، اللي هي يعني بطولة قارية غير بطولة دولية غير بطولة عالم. طب ما تشرح لنا كده يا كابتن، دي شوية ودي شوية. بطولة افريقيا اللي احنا يعني لو مثلا لو انا داخل المعسكر المنتخب بنستغرق مثلا من شهرين لثلاث شهور معسكر مغلق، ومن قبلها بيبقى في شهرين معسكر مفتوح. المعسكر المفتوح ده ان انا بقدر ان انا اتمرن داخل المعسكر واروح بيتي. بعد كده الليفل بيعلى شوية، بنروح نتمرن في المركز الاولمبي في المعادي. بنقعد بقى، ما مش بنروح البيت، بنقعد نعمل معسكر تدريبي داخل ال طبعا انت ادرى واحد بالقصه ديت، لان انت دلوقتي مدرب منتخب مصر المواي تاي. الحمد لله رب العالمين. هو يعني حصل في 2019، حصل ان انا كنت بلعب بطولة افريقيا في السنغال، فبعمل حركة مصارعة كده، فجاء يعني ركبتي لفت، فجالي زي رباط صليبي، فطبعا ده بعدني عن السلام الملاعب عليك بس كابتن. فبعدني عن الملاعب المدة ديت، فاختاروني الحمد لله ان انا اكون مدرب منتخب الماي تاي، وهي لعبة شبيهة جدا طب يا كابتن، هو كونغ ايه فو. القانون بتاع اللعبة دي؟ يعني ايه الاماكن المسموح الضرب فيها والاماكن اللي مش مسموح كونغ الضرب فو فيها كونغ فو في الكونفو؟ هي بالضرب في الفخذ من الداخل ومن الخارج بالرجل، بيبقى في ضرب في البطن، بيبقى في ضرب في الوجه سواء بالبوكس او بالايد او بالرجل. يعني الاماكن الغير مسموح بيها الضرب فيها يعني هو تحت الحزام طبعا، في الزور، خلف الراس، كل دي اماكن غير مسموح ان احنا ما نضرب ينفعش ان فيها. اللاعب يقرب منها. ما ينفعش لو اللاعب ضرب
عن عمد فبياخد انذار. في لو اتعمد كمان مره بتنتهي المباراه لصالح الخصم بتاعه، واحيانا بتوصل للشطب لو فيها الشطب من سجلات الاتحاد او الايقاف لو ده فيها تعمد ايذاء. كنوع عقاب ده نوع دايما دايما اي رياضه خصوصا في الفنون القتاليه او فنون الدفاع عن النفس تبقى مبنيه على السيفتي. انا لازم اكون عامل امان للاعبين اللي هما بيلعبوا قدامي، فده العنصر الاساسي والاول قبل اي حاجه. حتى انا كمدرب لما بخش مره ان لاعب عندي ما مش مهم عندي امتى يتعلم ازاي يضرب، ازاي ياخد حركات مصارعه، ازاي يضرب بركبته، ايا كان الضرب ده مش فارق معايا قد ما ان ازاي اعلمه ازاي يحمي نفسه من الضربات اللي جايه له. ثم بعد كده يتعلم ابتدي الدفاع بعد كده الهجوم. مش م... في مدارس في مدارس عالميه كبيره جدا بتدريبها طريقتها في الهجوم هي الكونتر، او اللي هو انها ترد، انها بتعمل ستريس على بتعمل ضغط على الخصم ويبتدي هو يطلع الضرب بتاعه وهو بيرد على الضرب ده. فلا وده نوع من انواع الضبط النفسي الكبير جدا. هي اللعبه يعني طبعا بتعلم ضبط النفس طبعا. طب انا كبنت يا كابتن مش بمارس رياضه الدفاع عن النفس، طب اقدر اخد وقت قد ايه عشان اظبط الموضوع ده؟ بس انا يعني كلمه وقت قد ايه، السؤال ده شائع جدا بالنسبه لي. كلاعب بيجي لي يقول لي انا اخد وقت قد ايه، كولي امر يسال على ابني ياخد. بص، هو اولا انا لازم اكون حاطط الاول التارجت او الهدف بتاعي، انا امتى انا عايز اوصل لايه. انا عايز اوصل ان انا ادافع عن نفسي، فدي اقدر اقول لك مثلا فتره كذا، ومش هقدر اقول لك الفتره دي الا لما انت تتمرني قدامي او كبنت او البنت تتمرن قدامي واعرف هي بتخاف، نعالج الموضوع دوت. هي بادئه من ليفن ايه؟ هي الليفل بتاعها هي واقفه فين، وابتدي انا ساعتها اشتغل، لان انا بالنسبه لي الموضوع مبهم. انا اللي قدامي ده الفتن، يعني اللعبه الرياضه الفنون القتاليه خصوصا مبنيه على عده عوامل مش على حاجه واحده، مبنيه على فتنس، مبنيه على قوه عضليه، مبنيه على تحمل، مبنيه على على فنيات بتاعت اللعبه. يعني لازم يكون فيها ضبط نفس ولياقه بدنيه، فيها اكتر من فيها عناصر كتير. فانا لما بيجي لي حد جديد انا لازم الاول اعرف هو كل العناصر دي النسب بتاعتها عنده قد ايه. بالزبط. حد وفي لان في نسب لما بتتاخر بتاخر معاها نسب تانيه، فبالتالي لازم الاول ابقى عارف انا واقف فين، فابتدي من ساعتها ابتدي ابني الشغل بتاعي. بس لكن انا في بنات بيجوا من فوق ال 30 سنه بيتمرنوا، وفي 25 سنه وفي 17 سنه. حلو ده، احنا كمان بقى نتمرن. شرفينا. 17 سنه وكل حاجه. من وجهه نظر كابتن اسلام، اللعبه دي بتشجع العضوانيه ولا لا؟ خالص خالص مطلقا، يعني بالعكس هي بتربي في الطفل او في اللاعب او في الراجل الكبير ثقه في النفس اللي ابعد ما تتخيل. يعني مش ممكن تخليه عدواني مع الناس، مع تعامله مع الناس في الشارع؟ نهائي نهائي. هو بص يعني هو هي ليها عوامل عشان ما ابقاش كذاب، على راسها طبعا المدرب. يعني انا الكابتن بتاعي اول ما جيت له قال لي انت لو سمعت انك انت عملت مشكله في الشارع انت ما تخشليش تاني. فبالتالي بيحط لك مبادئ وكام تمشي عليها قبل ما تتدرب. انت مش بتلعب اللعبه دي عشان تاذي الناس. لا طبعا. ومش بتلعب باللعبه دي عشان لو في حق مش حقك تاخده، لا مطلقا. انت بتلعب اللعبه دي عشان اولا تبقى رياضي، عشان تبقى واثق في نفسك، عشان ما حدش ياخد حقك او حد يضايقك او 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 او. هي دفاع عن النفس من الاخر. بس بالظبط يا كابتن. طب يا كابتن، اتعرضت قبل كده لاشتباك في الشارع واستدعاك يعني تدي هجوم على حد؟ لا احنا ما بصي زي ما قلت لحضرتك، هي الرياضه سمه الرياضه هي الاخلاق. ولما في بره لما سافرنا اوروبا، لما سافرنا في اسيا في الصين او في المانيا، اي دوله رحنا سافرناها كان اساس لما بيعملوا زي حفله او مؤتمر صحفي كده قبل البطوله، اول حاجه بيتكلموا ان اساس الرياضه هي توحيد الشعوب، ان احنا نتعرف على بعض ويبقى في ثقافه ما بيننا و و و و ده الرياضه والاسلام بتاعنا كمان، وطبعا وديننا قبل اي حاجه. فان احنا يعني يبقى في تعامل وفي ثقه وفي محبه. فانا عمري في حياتي ما تبقى دي اداه ليا ان انا اذي بيها حد، او ان انا اعلم طفل صغير ان هو ياذي بيها حد. فبالتالي انا اتعرضت اكيد لمواقف كتيره، بس يعني طب ما تحكي لنا يا كابتن كده. لا يعني بعيدا، انت يعني اي موقف مستفز وخصوصا وانت بتسوقي فانت بتتعرضي لمواقف بتبقى سخيفه، بيبقى عندك ضبط نفس ولا جداً الحمد لله. يعني بحاول، انا مش اكيد انا مش ملاك،
بس يعني ببقى على قد ما غصب اقدر، عنك. يعني بقدر ان انا بعتذر حتى لو انا مخطئ في بعض الاحيان، يعني الامور تمشي يعني ما تبقاش، لان ربنا لو اداك منحة او موهبة وانت ما احسنتش التصرف فيها، فساعتها هي تبقى حرام عليك او تبقى ربنا ياخدها منك، فطبعا احنا ما نحبش دوت. طبعا. طب يا كابتن، وجهة نظرك القانون ايه حكمه لو لاعب كيك بوكسنج او كونغ فو متعلم اللعبة ديت اتعدى على مدني في الشارع؟ ايه حكم القانون من ناحية وايه حكم الاتحاد من ناحية؟ بص انا ما تعرضتش للموقف ده، او حتى ما سمعتش ان مثلا حد، هما انا سمعت زمان اصل اللي هو رياضي في او بطل في لعبة الكيك بوكسنج او الكونف او الفنون القتالية نفسها يعامل معاملة مش عارف حامل السلاح ضابط او الجيش. لا، لكن ده مش صحيح طبعا. يعني انا بني ادم وبمشي، وبرضه الامور بتترتب على حاجات تانية. انت لو بتتكلم في يعني قانون، القانون ما يعاتبنيش لو انا دلوقتي انا لاعب كيك بوكسنج وربنا مديني حاجة زي كده اصل واتعديت دي، على واحد في بص الشارع؟ انا مش عايز ادخلك في الحته دي قوي، بس هقول لك قصه، يعني هقول لك حاجه تفهم، يعني اوصل للساده المشاهدين يعني رايي. هو انا لاعب كيك بوكسنج وزقينا بعض، فانا هحاسب ليه؟ يعني القصه قصدي اقول لك الموضوع هيترتب على ما اصيب، يعني ايه اللي حصل للاصابه للشخص الاخر من الموضوع، يعني هو الضرر قد ايه؟ فجات له عاهه مستديمه او جات له كده، فدي قصه ربنا ما يعني ما نروح لهاش ان شاء الله ونبعد عنها يعني. ولكن يعني هي رياضة رفيعة المستوى، رياضة أخلاقية من الدرجة الأولى. حتى لو حضرتك بتتابع على اليوتيوب وعلى القنوات الفضائية، هتلاقي أبرز مقاتلي العالم دلوقتي المسلم الداغستاني أو حبيب. الروسي حبيب، الناس كلها بتحلف بالظبط. بحياته، طبعا. يعتبر أشهر رياضي في العالم دلوقتي. بسبب إيه؟ لو حضرتك اخلاقه عاليه جدا. راجل ما خسرش ولا ماتش، كعبه على الناس كلها، كل مبارياته ما بتكملش، بيكسب اما بتسليم بالاخضاع او بالضربه القاضيه، لكن عمره ما جه مثلا شفناه ان هو بيأذي حد ما بيتعداش على حد. او بيمارس الغرور، عكس لاعب تاني كان في عظم، يعني كان في قوته لحد وقت قريب اكتر من حبيب، كان اسمه كونر. طبعا. كونر ماكريجور، لما مشي في التعالي ومشي في ان هو يطلع يتباهى على يشرب الناس، خمور ويفضل يضرب مش عارف مين لما اتقابل مع حبيب حتى في المباراة لا بتاعتهم. قال له انت مسلم بس انا اشربك خمر، دي ما فيها يعني ما عدم احترام للاديان وفيها كده، ودي مش الرياضة اللي احنا نعرفها. الرياضة أخلاق. فطبعا هو يعني الخصم اللي ما عندوش اخلاق فقد يعني اغلبيه محبيه او متابعيه، طبعا. فدي طبعا احنا بندعي الناس كلها ان الرياضه اخلاق، الرياضه في كل العالم عشان الناس تعرف بعضها وتحب بعضها، مش عشان هم يضربوا بعض. بالظبط، ويكون لازم في المدرب تماسك طبعا، ولازم المدرب يفهم يربي اللاعب. الحاجة دي جوه اللاعب اللي عنده سواء طفل او حتى كبير. بالظبط، دي منافسه، انت تنافس. انا كنت دايما اقول للاعب، اقول لابني، ابني بيلعب اسمه حمزه، ما بيجي يلعب بقول له هو داخل على البساط ويبص لي فيبرق لي، فاقول له ادفنه ادفنه جوه البساط، فيبص لي كده اقول له بس لما تكسب خده في حضنك وشده وانت أخلاق. خارج. انت لما تزرع كده في ابنك فانت بتزرع فيه روح المنافسه والمحبه، لان احنا ننافس بعض لكن احنا مش اعداء. بس فاتمنى من الجميع ان هو كان يمارس ده. معانا يا كابتن صور على الشاشه نشوفها كده. دي انا كنت بلعب مباراة احتراف، كنت وهنا كنت مع مدربي ده أفضل مدرب في العالم مستر زوهانج، كنا في الصين ساعتها، هو اللي أشرف على تدريبي في بطولة العالم في 2015. ده هنا كنت في النمسا، كنت خدت بطولة إن شاء الله يا العالم كابتن. تاريخي للكيك شغف بوكسينج، طبعا يا كابتن. وهنا كان معايا الحزام، كان لقب البطولة ساعتها في، كان هنا في مصر، بطولة دي في شرم الشيخ ساعتها بقى قبل كورونا، وده سيادة نائب رئيس الاتحاد الدولي للوش كونغ فو ورئيس الاتحاد الافريقي ماستر شريف مصطفى. تاريخ الراجل ده مشرف يعني فعلا يا كابتن، دينامو، ويعني دينامو من دينامات الرياضة. ودي ده شوت لي لقطة كده، وانا لابس احمر وانا بضرب افر كات او لكمة كده صاعدة بتيجي في دقن الخصم، دي لقطة من بطولة روسيا، وانا كنت في الكويت، كانت في 2000 و اظن 2015 او 2014، كان معانا لقب بعد ما لعبت
حوالي 8 مباريات، ربنا اكرمني فيهم بالفوز، لعبت على لقب البطوله وخدت المركز الاول. تاريخ مشرف فعلا. حضرتك عشان طيب عشان اكون مقاطع، ليه علاقه بحجم الجسم؟ لا احنا هقول لحضرتك، اللعبه باختصار مرتبطه بحاجتين، مرتبطه بالوزن، والوزن في الالعاب القتاليه يعني القوه. يعني الوزن مرتبط بالقوه ثم السن. فبتقسم لمراحل بقى، مرحله تحت 12 سنه، 14 سنه، 16 سنه، 18 سنه، تحت 23 سنه، ثم الدرجه الاولى. الدرجه الاولى ديت اللي هي بقى من 23 سنه لحد 40 سنه بيلعبوا بعض، دي المراحل السنيه. الوزن بيبقى يعني بيبقى من 48، 52، 56، 60. كل ما نتصاعد هو القوه بتتزايد. يعني كل ما نقل في الوزن السرعه بتزيد. اتفضل. يعني انا دلوقتي لو لاعب دفاع عن النفس وحجمي صغير، مش عندي كتله عضليه كبيره، تقدر اللعبه دي بما انها لعبه دفاع عن النفس تساعدني ان انا ادافع عن نفسي في الاشتباك في الشارع مع واحد عنده كتله عضليه ضخمه؟ واحنا قلنا في الاول احنا لا يعني انا بسالك كلعبه دفاع عن النفس. كلعبه دفاع عن النفس. بص احنا يعني مش هنقول في الشارع، لكن هنقول احنا التدريب ده علم. التدريب علم. ففي حد كل تدريبه وشغله كله على القوه، ففي قوه، لكن القوه مش موجهه. انك انت النهارده في الفنون القتاليه انت القوه بتاعتك موجهه. موجهه في ايه؟ موجهه في استخدام ادواتك اللي هي الايد والرجل، انك تستخدمها كادوات للضرب. فبالتالي حد فيه قوه بس مش موجهه، وفي حد تاني عنده قوه حتى لو اقل منه بس هي موجهه وبتعرف تستخدمها. مين يكسب؟ اللي عنده القوه الموجهه بتاع الفنون القتاليه بس. طب يا كابتن، عشان وقت البرنامج، تنصح البنات اللي مالهمش في ممارسه الالعاب العنيفه والقتاليه والكلام ده؟ احنا يعني انا عندي مبدا شخصي في حياتي، هو مبدا الميول. يعني انا اروح للحاجه اللي انا بحبها بالظبط. ولكن انا عندي مبدا حتى كاتبه في الصاله الرياضيه الصغيره بتاعتي، بقول كن قويا، بقول للعيبه بتاعتي يعني كن قويا فالدنيا لا تقبل ضعفاء. ف يعني الرياضه بشتى انواعها حاجه مهمه واساسيه، والفنون القتاليه عشان انا ممارس للفنون القتاليه حاجه اروع. واتمنى لكل الناس شباب وبنات وكبار يلعبوا رياضه ويستمتعوا وجربوا الفنون القتاليه هيحبوها جدا. بنربي جسم بنياني، وكمان بنربي جسم يعني بيبقى فيه عندنا لياقه بدنيه وضبط نفس. جدا جدا يا ياسر. اكيد. وفي نهايه فقرتنا، بعد ما عرفنا اهميه الرياضه، كمان الصحه مهمه جدا للانسان، واللي هيكلمنا اكتر عن الصحه الجسديه زمايلي علي وايه، مع ضيفهم اللي هيشرفنا دكتور عمرو علاء، اخصائي علاج طبيعي.